نتكلم عن الإنجازات الحضارية العمانية. ومن هنا يقول لي أسلم العمانيون في العصر الأموي بالعديد من الإنجازات التي كان لها دور كبير في ازدهار الحضارة الإسلامية وتقدمها. وقبل أن نتكلم عن تقدم الحضارة الإسلامية ودور العمانيين في تقدم الحضارة الإسلامية، لابد أن نعلم أن العمانيين أو عمان بالتحديد دخلت الإسلام طبعاً بدون أي حرب. عندما جاء عمرو بن العاص إلى عمان ودعاهم إلى الإسلام، وكان مرسولاً من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هنا دخل العمانيون الإسلام بدون أي حرب وبدون أي قتال أو نزاع. وهذا اتضح لنا أن العمانيون بطبعهم ذات أخلاق كريمة وحميدة. من هنا سوف نتكلم في البداية عن أول شيء وهي الإنجازات الفكرية. والإنجازات الفكرية نشطت الحركة الثقافية في عمان في العصر الأموي. نشطت الحركة الثقافية في عمان في العصر الأموي. ومن أهم العلوم التي اهتم بها العمانيون كانت علوم الشريعة الإسلامية. من أهم العلوم التي اهتم بها العمانيون في تلك الفترة وهي علوم الشريعة الإسلامية. طيب، يقول لي بعد ذلك يعد الإمام جابر بن زيد. ومن هو الإمام جابر بن زيد؟ الإمام جابر بن زيد هو عماني في الأصل، وكان من مؤسس أو هو مؤسس المذهب الإباضي كما تعلمون. في القرن الأول الهجري، وهو ولد بين عامين 18 ل 22 هجريا، لم يتحدد فترة ميلاده. ومن هنا من أوائل الذين ألفوا في علم الفقه كان جابر بن زيد أول من ألفوا في علم الفقه. كما هاجر العمانيون أو كثير من العمانيون إلى مدينة البصرة لطلب العلم ونشره. وكانت البصرة في هذه الفترة أحبائي وعزائي كانت منارة العلم، كان بها كثير من العلماء، ولذلك كان يهاجرون العمانيون إلى البصرة لطلب العلم. ممكن هنا يجيني سؤال كما هو مذكور، اهتمام العمانيون بعلوم الشريعة الإسلامية، لماذا اهتم العمانيون بعلوم الشريعة الإسلامية؟ بالضبط أحسن لتعمقهم أكثر في الدين الإسلامي والمعرفة عنه أكثر وأكثر. هذا النشاط أريد منكم حله بالبلد. يبقى أنا عندي إنجازات، الإنجازات الفكرية. ثاني شيء ألا وهو الإنجازات البحرية. سوف نتكلم عن الإنجازات البحرية، وإن كان النشاط البحري للعمانيون في العصر الأموي كان قويا جدا. وكما نعلم أن العمانيون كان لديهم أسطولا بحريا قويا جدا، وكانوا من أكثر البحارة شهرة في العالم، لأنهم كانوا ذات خبرة وعلوم، وكان لديهم علوم في البحار بشكل كبير جدا. وكانت أهم البحارة لدى العمانيون هو البحار أحمد بن ماجد. وهنا ظهر النشاط البحري العماني في العصر الأموي. حقق الأسطول العماني العديد من الإنجازات، وهيوضحها الشكل 8 معانا. ألا وهي الإنجازات العمانية البحرية. واحد، نشر الإسلام على سواحل فاس والهند وشرقي افريقيا. كيف بدا ان ينشر الاسلام العمانيون؟ من خلال التجاره معهم. بدا ينشر العمانيين الاسلام عن طريق التجاره معهم من خلال فاس والهند وشرقي افريقيا. ده اول شيء من الانجازات العمانيه البحريه. ثاني شيء، المحافظه على امن واستقرار السواحل العمانيه والبحار المجاورة. معنى ذلك ايه يا استاذ؟ معنى ذلك ان هم بدأوا بالتخلص من القراصنة التي توجد في البحار، وقاموا بتأمين البحار من القراصنة ليستعيدوا قوة
التجارة بشكل كبير، فلذلك كانوا يحافظون على أمن واستقرار السواحل العمانية والبحار المجاورة. ثلاثة، التبادل التجاري بين عمان والمناطق المطلة على المحيط الهندي. بدأ التبادل التجاري بين عمان والمناطق المطلة على المحيط الهندي كما تعلمنا أو كما درسنا في الخريطة، ألا وهي الهند وشرقي أفريقيا وبلاد فارس. ومن هنا سوف أتكلم عن حل نشاط ثلاثة، أحدد على الخريطة المناطق التي وصل إليها الأسطول البحري العماني في العصر الأموي. ما هي المناطق التي وصل إليها الأسطول البحري العماني؟ ننظر إلى الخريطة. لاحظوا على الخريطة ما هي المناطق؟ بالفعل أحسنتم، الهند، شرقي أفريقيا، بلاد فارس، ثم البصرة. هذه المناطق وصل إليها أو توصل إليها البحار العمانيون وبدأ بينهم وبين بعضهم التبادل التجاري. اثنين، بما تفسر وصول السفن التجارية العمانية إلى مناطق بعيدة من العالم منذ القدم. حابب إن أنتم تفكروا شوية ثم نبدأ نحل مع بعض. بما تفسر وصول السفن التجارية العمانية إلى مناطق بعيدة جدا من العالم منذ القدم. بيدل على إيه؟ ايه المعنى اللي بيفسر ان السفن التجاريه وصلت الى مناطق بعيده؟ هيدل على ماذا؟ بالفعل احسنتم، هيدل على قوه الاسطول العماني، ان الاسطول العماني او العمان كان لديه اسطول قوي جدا واسطول كبير جدا، ولذلك وصل الى مناطق بعيده من العالم منذ القدم. يبقى الحل هو امتلاك عمان الى اسطول قوي، اسطول بحري قوي جدا وكبير جدا. وبكده يكون انتهينا من درسنا اليوم، الا وهو عمان في العصر الاموي. وهنبدا مع بعض نسال بعض، نفكر بعض الاسئله من هذا الدرس، ألا وهو واحد، اذكر الأسباب التي جعلت الدولة الأموية تسيطر على عمان. اثنين، اذكر المنجزات في العصر الأموي، اذكر المنجزات العمانية في العصر الأموي. ومن هنا ثلاثة، قارن بين المنجزات الفكرية والمنجزات البحرية في عمان. وبكده نكون انتهينا من درسنا اليوم. عساكم بخير، وأتمنى إن أنا أشوفكم إن شاء الله في برامج جديدة.